نرحب بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الراصد. وزارة الصحة تبدأ في التحقيق مع مدير صحة نجران والمواطنة التي طردها من مكتبه، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية في صنع القرار بمشاركة المواطنين. الصندوق العقاري يدرس تمويل أصحاب المخططات بهدف تهيئة بنيتها التحتية. والإخبارية ترافق المرابطين على الحدود الجنوبية وتعيش معهم يوما من رمضان. ومن صحيفة المدينة قصتنا الصحفية، الجلد لمسؤول كبير بأمانة العاصمة المقدسة لسبه أحد موظفيه أمام زملائه. ورصدنا لكم في مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان الرياضة في رمضان. أهلا بكم. بدأت وزارة الصحة التحقيق مع مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران صالح المونس والمواطنة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي. وكان مدير صحة نجران والموظفة المذكورة قد حضرا إلى الرياض بعد توجيه وزير الصحة باستدعائهما. وستباشر لجنة مشكلة من 5 أعضاء مرتبطة بالوزير مباشرة التحقيق معهما، وستقوم برفع تقريرها النهائي فور انتهاء التحقيقات إلى الوزير الذي سيتخذ الإجراءات النظامية بناء على ما توصلت إليه التحقيقات. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني قد أكد لبرنامجنا في حلقة الأمس أن التحقيقات ستنتهي في موعد أقصى نهاية هذا الأسبوع، فيما طالب محمد البيشي أخو الموظفة خلال استضافتنا له في حلقة الأمس أيضا برد اعتبار والدته من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران. نقلها عن طريق الموقع، انت هو رفض نقلها عن طريق الموقع مع انه في كان متوفر رقم شهر. طيب. في منطقة تابعة لتبوك فرفضها. رفضها يعني، فقالوا له احنا نقبل على الاقل 6 شهور يعني، ما نبغى يعني على الاقل تقدير جاية والدتي يا اخي من مسافة تبوك يعني مسافة ما هي سهلة. فرفض. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أهمية مشاركة المواطنين السعوديين في الانتخابات المقبلة بوصفها تجربة جديدة مختلفة شكلا ومضمونا عن الانتخابات خلال الدورتين السابقتين، مشيرة إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو مشاركة للمواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية. في وقت يترقب فيه القطاع العقاري في المملكة الإعلان عن تفاصيل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، يعتزم صندوق التنمية العقاري دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة بهدف تهيئة بنيتها التحتية. هذا المقترح الذي سيتم طرحه للدراسة قريبا قد يساهم بحسب مختصين في خفض أسعار الأراضي. يعتزم صندوق التنمية العقاري دراسة تمويل أصحاب المخططات المعتمدة في المدن الرئيسية بهدف تهيئة بنيتها التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وسفلته. ويشترط الصندوق لحصول الملاك على التمويل الجديد ألا تتجاوز مساحة القطع السكنية عن 600 متر مربع مع إمكانية تقسيمها إلى قطعتين، بالإضافة إلى التزام مالك المخطط ببيع الأراضي على الخارطة بسعر المتر قبل إدخال الخدمات إليها.
كما اشترط الصندوق العقاري أن تكون البنوك التجارية من أهم خيارات التمويل المتاح لملاك هذه الأراضي بشكل قرض حسن لا تتجاوز مدته 10 أعوام، على أن يكون الصندوق ضامنا للقرض المقدم لملاك الأراضي. ويرى مراقبون أن يسهم هذا المقترح في حال إقراره في تطوير مساحات كبيرة من المخططات الخام غير المكتملة الخدمات، وهو ما يساهم في خفض أسعار الأراضي وحصول شريحة كبيرة من المواطنين على السكن. وينضم معنا حول هذا الموضوع الكاتب والصحفي الاقتصادي شجاع البقمي. شجاع، بداية نرحب بك. ما بين إيجابي وسلبي، كيف تصنف دراسة صندوق التنمية العقاري الحالية؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي صندوق التنمية العقاري في الفترة الأخيرة بدأ يخطو خطوات إلى حد ما خطوات مغايرة، يعني تعتبر خطوات جديدة في السوق العقارية في المملكة. أكثر المهتمين في الشأن العقاري السعودي لم يكن يتوقعون أن يكون هذه الخطوات موجودة. نتحدث عن تمويل ملاك الأراضي الخام لتطويرها، هذا واحد، ونتحدث أيضا عن قرارات لاحقة صدرت فيما يخص القرض المعجل، وأيضا فيما يخص اليوم القرار الذي صدر بخصوص البيع على الخارطة. جميع هذه البرامج والقرارات والمشاريع التي ينتهجها البنك العقاري هي تصب في صالح أو في مركب وضع اليد مع المطورين العقاريين أو مع القطاع الخاص بشكل عام. إن كنا نتحدث اليوم إن كان هنالك من استراتيجية لدى البنك العقاري في تمويل ملاك الأراضي، بحيث أن هؤلاء رجال الأعمال أو أصحاب هذه الأراضي يستطيعون تهيئتها أو تطويرها، هذا أمر جيد. ولكن السؤال، هل سيكون هذا التطوير هو أداة في من أدوات البيع على الخارطة والقرار اللاحق الذي صدر اليوم؟ بمعنى أننا نربط القرارات جميعها والبرامج جميعها بقرار أو ببرنامج واحد. اليوم عندما يكون هناك بيع على الخارطة، وهذا مطبق في العالم، يستطيع أي مطور عقاري أنه يبيع الأرض الخام على المشتري، على المواطن، سواء عن طريق البنك العقاري أو من خلال البيع الخارطة بتمويل مباشر من المشتري. ولكن السؤال في النهاية، هؤلاء المطورين العقاريين سيستغنون عن البنوك التجارية، بمعنى أن هؤلاء المطورين ستنخفض عليهم التكلفة. في نهاية المطاف المفترض أن نشاهد انخفاض في أسعار الأراضي بناء على انخفاض التكلفة، لأنه هؤلاء المطورين لن يسعوا إلى البنوك التجارية التي عليها فوائد عالية. أيضا البنك صندوق التنمية العقاري عندما يكون التمويل لملاك الأراضي لتطويرها، هذا أيضا يخفض التكلفة. في النهاية نحن نتحدث عن قرارات، المفترض أن نشاهد انخفاض في أسعار الأراضي النهائية، ربما تتراوح ما بين 10 إلى 20% كابتداء. شجاع، الناس متفائلين بأكثر من 10 و20%، يعني خصوصا مع هالقرارات الكبيرة اللي تصب في الأخير في صالح المواطن اللي بيشتري. نعم، أنا أتحدث تحديدا عن هذين القرارين. إن كنا نتحدث عن جملة القرارات التي صدرت بما فيها رسوم الأراضي البيضاء وهذه القرارات، فالمفترض أن نشاهد انخفاض يصل إلى 40 إلى 45%. السؤال الأهم، هذا الانخفاض متى سيأتي؟ هل سيكون بشكل تدريجي؟ هل هو سيكون أيضا بحزمة البرامج تطبق بشكل متتالي؟ طيب. الواضح اليوم أن السوق العقارية في حالة ترقب، حتى لدرجة أن مطورين العقاريين أنفسهم مطورين الأراضي في حالة ترقب. طيب. هذا الترقب هو ترقب عن حذر أولا، وأيضا ترقب يعني تفادي تبعات هذه القرارات التي ربما تكون في نهاية الأمر خفض الأسعار، وبالتالي قد يكون بعض المطورين يرغبون اليوم ببيعها في أسعار الخام. طيب شجاع، كمراقب للشأن الاقتصادي، في حال تخطيط الأراضي المعطلة داخل النطاق العمراني تحديدا، هل ستنخفض الأسعار بشكل كبير أم بيستمر الوضع العقاري على ما هو عليه حاليا؟ القاعدة الاقتصادية تقول زيادة المعروض يعني انخفاض في الأسعار. اليوم السوق السعودي ليس هناك شح في الأراضي بشكل عام، ولكن نحن نتحدث اليوم عن هذه القرارات وجملة هذه القرارات ماذا ستقود في السوق العقاري النهائية. المفترض أن تقود الانخفاض في الأسعار، نحن نتحدث عن المفترض. اليوم نتحدث عن إمكانية لأن تكون هذه البرامج مجتمعة تخفض الأسعار بنسبة تصل 45%. 45% يعني نصف الأسعار الحالية، وهذا أمر منطقي إذا ما قرناها بحزمة هذه البرامج. الأمر الآخر، حتى لدرجة أنه ملاك الأراضي الخام اليوم الذين لا يستطيعون تطويرها، أعتقد أن صندوق التنمية العقاري قدم لهم خدمة
جيدة من خلال تمويل هذه الأراضي لتهيئتها وتطويرها، وبالتالي ربما يستطيعون من خلال هذا التطوير تفادي رسوم الأراضي التي يعني تتطبق في المرحلة المقبلة. في نهاية المطاف هي جملة قرارات، يعني احنا ليس يعني اي قرار من القرار الصادر لا ينفصل على القرار الآخر، وبالتالي نحن نتطلع ان يكون هناك انخفاض في الأسعار. طيب الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي، شكرا جزيلا لك. والعودة للحديث عن المجالس البلدية القادمة، ينضم إلينا مدير عام شؤون المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني. حياك الله مهندس جديع. حياك الله طول عمر. الفرق بين الانتخابات البلدية السابقة والقادمة واللي انتم قاعدين تتكلمون عنها في الفترة الحالية، وش بيكون الفرق؟ مساكم الله بالخير. مسيت بالنور. أقول طال عمرك الانتخابات هذه أحد الخطوات المهمة اللي قدمتها الدولة لتطوير العمل البلدي، تطوير المجالس البلدية، جاءت لمشاركة المواطنين في إدارة العمل البلدي. وطبعا كان عندنا دورتين، الدورة الأولى كانت جديدة على المجتمع وواكبها تركيز إعلامي قوي، فكان هناك إقبال من المواطنين. صحيح. وخلال الدورة الأولى يعني كانت الإنجازات أقل من المتوقع بقليل، بعض المجالس كان أداءها جيد، بعض المجالس أداءها دون المأمول، وكانت قعود كبيرة من المرشحين. فلما ما تحقق بعض هذه الوعود أصبح أثر كبير على الدورة الثانية، فكان الإقبال أقل. ومع أنه كان في تطوير. طيب. الدولة وفق الله طبعا تلمست كل ما قابل العملية الانتخابية وما قابل المجالس البلدية من معوقات. طيب. وعملت على إصدار نظام جديد للمجالس البلدية. طيب. ووفرت كل الإمكانيات إن شاء الله اللي راح تتيح للمجالس العمل بشكل أفضل. طيب. طبعا هذا النظام كان فيه تطوير كبير لصلاحيات المجالس البلدية، وأيضا كان في تطوير العمليه الانتخابيه. طيب. بس ان شاء الله الدوره الجديده نامل ان شاء الله ونتوقع ونتفاعل بهذا الدعم الكبير من الدوله وبما حصل من توسيع الصلاحيات النظام الجديد. طيب. وبي ان شاء الله نتوقع ان شاء الله تكون افضل ويكون مشاركه المواطنين فيها اكثر. طيب المجالس البلديه القادمه بتكون ذات استقلاليه ماليه واداريه، هل هذه المشكلة اللي حدت من صلاحيات المجالس البلدية السابقة؟ طبعا استقلالية نظام المجالس البلدية كانت أحد ثمرات النظام الجديد. طبعا خلال الدراسات اللي عملت لإصدار النظام كان يعني في فعلا كثير من الملاحظات حول موضوع ارتباط المجالس بالبلديات، قد يكون هناك أثر لهذا الموضوع. فالنظام الجديد جاء لاستقلالية تامة للمجالس البلدية، حتى يعني موضوع الميزانيه فصلت عن ميزانيه البلديه واصبحت ميزانيه الوزاره. طيب. وهذا ان شاء الله راح ينعكس على اداء البلديه ان شاء الله. طيب مجالس البلديه. مهندس جديع، المواطن ما لمس الكثير من التغيير في المجالس السابقه، المجلس القادم بماذا تعيدونهم كمشرف على المجالس البلديه؟ اقول كل الاشياء اللي شفناها صدرت النظام الجديد من تحسينات ومن تطوير ومن مشاركة أكبر للمواطنين، يعني مثلا عندك نسبة المشاركة ارتفعت بالنسبة للمواطنين، راح تكون الثلثين إن شاء الله في المجالس. صحيح. أيضا الشباب راح كان في تركيز على وجودهم في الدورة القادمة من خلال تخفيف سن الناخب إلى 18، مشاركة المرأة راح تكون موجودة. جميل. هناك صلاحيات أوسع في كل، طبعا يمكن الوقت ما يسمح ان نذكرها كلها، لكن في توسيع اكبر للصلاحيات سواء في الاقرار او في المراقبه او في العمل البلدي، في كل هذه ان شاء الله تدعو للتفاعل. طيب مهندس جديع، بعض المنتسبين الى المجالس البلديه كاعضاء في الفتره الماضيه كانوا يحملون مؤهلات ما تتجاوز المتوسطه، هل سترفعون من مستويات المتقدمين في الدوره القادمه؟ من خلال النظام راح يكون يعني المرشح ان شاء الله راح يكون اقل شهاده ثانويه عامه. هذا المرشح، ايضا يمكن المعينين يكون شهادات اعلى اللي راح تكلمهم الدوله. طيب مدير عام شؤون المجالس البلديه المهندس جديع القحطاني، شكرا لتواجدك معنا.
رافقت الإخبارية الجنود المرابطين على الحدود الجنوبية، حيث عاشت معهم يوما من أيام رمضان من الإفطار حتى صلاة التراويح. درجة الحرارة تلامس 40 درجة مئوية. المكان أمتار من الأراضي اليمنية. يحمل هذا المقاتل سلاحه متأهبا لأي اعتداء على الأرض السعودية. والله نحتسب الأجر، يعني هو الأجر فوق كل شيء. واحد يجي هنا رابط يحمي الحدود. اللهم لك صمنا على ذهب أبو المهم ثلاثة وثبت الأجر إن شاء الله بإذن الله. المنطق يقول إن حضور الخوف في هذا المكان شر لا بد منه، لكن الواقع يقول عكس ذلك. نقطة آمنة اللي أنت فيها؟ نحمد الله حنا مأمنين الحدود كلها بإذن الله. فضل الله. أهلك وين؟ أهلنا في منطقة غربية. شعوركم أنتم لما حد يدعي لكم مثلا يجيك مقطع كذا في الواتساب في دعاء للجنود المرابطين؟ والله شيء يفرح ويبشر بخير إن شاء الله. من مكانهم هذا يحمون الأراضي المقدسة وأمن الناس في البلاد. خالد الجناحي، الإخبارية، من إحدى النقاط الحدودية التابعة لحرس الحدود في منطقة جازان. وينضم إلينا من الحدود الجنوبية مباشرة مفدنا خالد الجناحي. حياك الله خالد. حياك الله عبد الله. كيف تشوف يومك مع مرافقة المرابطين على الحدود؟ عبد الله، يعني أنا ربما الشعور اللي أشعر فيه من يوم ما بدأت العمليات، من يوم ما جيت جيزان قبل شهرين، هو أنه مهما عمل رجل الإعلام في ميدان الجبهة خلينا نقول، لا يمكن أن ينقل حقيقة ما يجري على الأرض. جنود هذا الوطن على الشريط الحدودي باختلاف أعمارهم، طبعا هناك جنود في أعمار سنية متدنية، لكن وجودهم وربما المسؤولية اللي يتحملونها تجعل منهم رجال بمعنى الكلمة في تصرفاتهم، في تعاونهم مع بعضهم البعض على في نقاط تمركزهم، طبعا باختلاف الطبيعة الجغرافية. صحيح. على هذا الشريط الحدودي الممتد على الأقل في منطقة جازان اللي أنا يعني عايشت فيها الوضع من يوم بدأت عمليات عاصفة الحزم. هناك صعوبة بالغة في بعض المواقع من حيث وصول هذا الجندي أو هذا المقاتل إلى موقع في مكان العمل. يعني هناك مواقع جبلية، هذه المواقع الجبلية الوصول لها فيه خطورة أصلا يعني. ولكن هم أيضا لما تتحدث معهم عبد الله تشعر أن لديهم أولا معنويات مرتفعة. على سبيل المثال كنت أسأل البعض هل تتوقع أن تستشهد، الكل يجيبك بشكل يعني متشابه يقول لك أنه نعم نتوقع هذا الأمر في أي ظرف في أي وقت في أي لحظة، لكن أيضا حالهم يقول أنهم مستعدين، أنهم مستعدون يعني لأي ظرف ممكن أن يتعرضون له في هذه المواقع. وهم يؤمنون أيضا شد الإيمان بأنهم إنما بعملهم هذا يحمون المقدسات ويحمون شرعية البلاد ويحمون أمن الناس. صحيح. يحمون أمن الناس ليس فقط في قتال العدو وإنما أيضا في مواجهة المهربين. لا ننسى أن أيضا المخدرات في جزء منها يعني تدخل المملكة عبر الشريط الحدودي من. صحيح. جنوب المملكة. كيف تشوف الروح المعنوية؟ أنت تكلمت لي باقتضاب عنها، الروح المعنوية لهم خصوصا في شهر رمضان وفي هالأيام المباركة.
عبد الله، إذا كنت أتكلم على سبيل المثال عن حالة واحدة ولعلها تكون مؤشر ومقياس، تفضل. تحدثت مع أحد الجنود كان عقد قرانة قبل أيام، وهو في موقع القتال يتوقع كل الظروف اللي ممكن أن يواجهها ويتحمل المسؤولية، وهو يعني لا ما عنده أي تردد. أيضا صحيح. بداية المهمة بعد أن بدأت عمليات عاصفة الحزم، الكل يعلم أن هذه العمليات بدأت بشكل مفاجئ للعدو، حتى بعض صحيح. القطاعات العسكرية لم تكن لديها معلومات مسبقة بوقت كافي صحيح. ما عرفته من حتى بعض القطاعات الأمنية التي ليس لها علاقة بالتواجد في الخطوط الأمامية أن هناك كثير من رجال الأمن الذين كانوا في إجازات مرضية أو لظروف طارئة بادروا بالاتصال إلى رؤسائهم برغبة في قطع الإجازة والانضمام إلى يعني قادتهم في أي واجب ممكن أن يؤدى. هذه طبعا كلها صحيح. لما نرصدها أكيد هي تعبر عن الروح المعنوية. اليوم صحيح. مثلا على سبيل المثال خليني أقول لك يعني مثلا قصة وهذه واقعية. اليوم على سبيل المثال كنا توجهنا إلى محافظة العارضة، وهي أيضا عندها خط تماس مع الجمهورية اليمنية. طيب. توجهنا إلى نقطة، النقطة طبعا بسبب إجراءات السلامة كنا برفقة حرس الحدود منعونا من وصول النقطة اللي كنا متوجهين لها بسبب أنه سقطت مقذوفات، خمسة مقذوفات هاون من الأراضي اليمنية على هذه النقطة، حولونا إلى نقطة أخرى. كنت أتوقع أن هناك شيء من القلق بالنسبة للرجال حرس الحدود في النقطة اللي يعني توجهنا لها بحكم القرب بين النقطتين، لكن والله لم أجد أي يعني شيء من هذا. هذا غير مستغرب على هذا غير مستغرب يا خالد. إذا كان عندك أكيد أكيد والله يؤدون عمل مشرف. أنا أعتقد أنهم يتعبون ويتحملون المشقة لننعم نحن في داخل البلاد بالأمن. إذا طيب. كان لديك وقت عبد الله في ولو في عجالة ودي أستضيف طيب. أبناء جازان، أبناء مدينة جازان ودهم معنا دقيقة بس يا خالد إذا ممكن، معنا دقيقة فقط. طيب تفضل. طيب دقيقة عثمان، معنا دقيقة بقسمها بينك وبين ريان، إيش كنت تبغى تقول؟ الله أقول أول شيء كان نجازان مظلومة إعلاميا أول شيء، وأحب تواجدكم هنا وأحب هني شهر رمضان الفضيلة على الأمة العربية والأمة الإسلامية. طيب. طيب ريان إيش تبغى تقول حبيبي؟ والله أحب أقول إنه ما في من هذه الحروب ما في ولا أي شيء ولا أي تأثيرات تتواجد معنا هنا، وأولا وثانيا إنه يتواجد معنا الأمن والأمان. الحمد لله. إن الله أمين يعني من المقذوفات هذه. الحمد لله. عبد الله سأكتفي عشان طيب. الوقت بالنسبة لك، لكن لو تسمح لي أن أؤكد على حقيقة ربما جيزان لا ليست معروفة بالنسبة لكثير من أبناء هذا الوطن، هي مفاجئة لكل ربما من يزورها لأول مرة بكرم أخلاق أهلها ولجمال المكان، جمال المكان والإنسان. أكيد هي جزء من كيان هذا الوطن المعطاء من الحدود الجنوبية. كان معنا خالد الجناحي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا تتابعون بعد الفاصل، مركز الملك سلمان للإغاثة يسير 130 ألف سلة رمضانية لمساعدة الأشقاء في اليمن. البركة والغفران تهفو قلوب المؤمنين لخالقها، وتصدح المساجد بأصوات التالين لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وعبر الإخبارية نبرز الجوانب الإيمانية التي تلامس شغاف القلوب في برنامج الركن الرابع، يأتيكم في الأوقات التالية. دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة المرحلة الثالثة من حملة الأمل
التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الأشقاء في اليمن، وذلك من المقر الدائم للمركز. وأشار الربيعة إلى أن الحملة تحتوي مواد غذائية متنوعة واحتياجات أساسية بعدد 130 ألف سلة رمضانية، مبينا أنها ستعقب هذه الحملة حملات غذائية وإغاثية أخرى ستعلن في حينه. هذه الحملة جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي وجه المركز بإعطاء اليمن الشقيق الأولوية القصوى وتقديم كل المساعدات الإنسانية لأشقائنا في اليمن. هذه هي المرحلة الثالثة من المراحل التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه تشمل قافلة كبيرة جدا بأكثر من 130 ألف سلة غذائية لإيصالها للشعب اليمني الشقيق. نحن نعمل مع المنظمات الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني اليمني والحكومة الشرعية اليمنية للبحث عن الأماكن الأكثر تضررا وإيصالها للمحتاجين عبر عدة قنوات ومنافذ. في لبنان وتركيا واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا إلى محطتها 9 و10 ضمن برنامج ولك مثل أجره، مستهدفة 750 عائلة سورية في لبنان و11 ألف من الأشقاء النازحين شمال سوريا واللاجئين في المخيمات والمدن التركية. قالت وزارة العمل إن 684 منشأة عاملة في السوق خالفت نظام حماية الأجور في مرحلته السابعة، الذي بدأت الوزارة تطبيقه على المنشآت التي يصل عدد العاملين فيها 170 عاملا فأكثر. ووضحت الوزارة بأنه منذ بدء تنفيذ البرنامج التزمت نحو 1487 منشأة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يجري التعامل في الوقت الحالي مع المنشآت المتأخرة في رفع بيانات أجور عامليها. حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج الجبن الفرنسي روكفورت للعلامة التجارية بابليون بسبب احتمال احتوائه على سموم بكتيرية، كما حذرت من شراء أو استهلاك منتجي مسحوق حليب جوز الهند سريع الذوبان وبودرة كريمة جوز الهند سريعة الذوبان للعلامة التجارية سانتان لاحتوائهما على حليب أبقار غير معلن عنه في البطاقة التعريفية. أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي وفاة رجل أمن في العقد الرابع من العمر داخل مركبته عندما كان عائدا من مقر عمله، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية. رصدت فرق التفتيش بإدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية عدد من المخالفات على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط النقل بمدينة الرياض، حيث بلغت 284 مخالفة وسجلت غرامات بمبلغ 616 ألف ريال في أنشطة تأجير السيارات والأجرة العامة والنقل المدرسي. في وادي الدواسر بدأ مزارعو المحافظة عملية الخراف لبعض أنواع النخيل من البواكير مع مطلع شهر رمضان، وعملوا على جلب الأصناف التي تشتهر بها المحافظة مثل المقفزي والخلاص والعنيب والجويخ والغرة. وتوقع مختصون في مجال الزراعة أن يتميز رطب الوادي هذا العام بالجودة وانخفاض سعره لوفرة العرض. هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة سرات عبيدة ومراكز عدة في المنطقة. إلى قصتنا الصحفية، حيث رصدنا لكم خبر غريب من صحيفة المدينة بعنوان الجلد لمسؤول كبير بأمانة العاصمة المقدسة لسبه أحد موظفيه أمام زملائه، حيث أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكما يقضي بجلد مسؤول كبير بأمانة العاصمة المقدسة 10 جلدات لاتهام أحد موظفي الأمانة بالرشوة. وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن أحد موظفي الأمانة رفع دعوى ضد المسؤول قال فيها
إنه يتهمه بالرشوة والحصول على أموال بغير حق من التلاعب في الصكوك، إضافة إلى شتمه وسبه أمام زملائه مطالبا بمحاسبة مديره ورد اعتباره منه. وبعد نظر المحكمة في القضية وسماعها لأقوال الشهود خلال الجلسات التي استمرت لستة أشهر، وبعد عجز المسؤول أي مدير الموظف عن تقديم ما يثبت براءته، قضت المحكمة بجلد المسؤول الذي طالب بعض الوجهاء بالتوسط والتدخل لإنهاء القضية بالصلح، إلا أن الموظف أصر على عدم التنازل. عانك الله. رصدنا لكم بلغة الأرقام ما يلي: الجوازات تصحح أوضاع 205,328 من اليمنيين المتواجدين في المملكة، وست جهات حكومية تسترت على غياب 3,600 موظف خلال الأيام الأولى من رمضان، وأسعار الخضار والفواكه تتصاعد بين 50% و90% من بداية شهر رمضان، وتطوير الأفكار يسجل 16,000 فكرة أصحابها دون 20 عاما. في تويتر رصدنا لكم هاشتاج تفاعل فيه المغردون بعنوان الهاشتاج بعنوان الرياضة في رمضان، عبر خلاله المغردون عن رأيهم حول ممارسة الرياضة في رمضان والوقت المناسب لها ودورها في صحة الجسم. في البداية غرد أحدهم بقوله: أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان قبل الإفطار بربع ساعة، والمشي بعد صلاة التراويح وقبل السحور أفضل بكثير. وغرد آخر بقوله: إن تحديد الهدف هو الأهم، فالرياضة في رمضان ليست مشكلة، كل ما في الأمر أنه يعتمد توقيتها على أهدافك، سواء كان نزول الوزن أو المحافظة على اللياقة والعضل مهما اختلفت أنواع الرياضات المستخدمة. غرد الدكتور عبد الله بنصيحة قدمها، حيث قال: إن من يعاني من أمراض القلب وحالته مستقرة ينصح بممارسة المشي له لـ30 دقيقة يوميا، وأفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان هو بعد 4 ساعات من وجبة الإفطار. من بين المغردين أحدهم تحدث عن نوعية الطعام في رمضان وعلاقته بالرياضة، حيث قال: ينصح خبراء التغذية بممارسة الرياضة في رمضان وبالحرص على التوازن في الغذاء الذي يتناوله الصائم، والذي يشتمل على 15% بروتين، 30% دسم، 55% سكريات. ختاما غرد أحدهم بقوله: مميزات ممارسة الرياضة في رمضان قبل الإفطار أنها تعمل على تنشيط الجسم ورفع كفاءته في التخلص من السموم، لا سيما لمن يهدف إلى إنقاص وزنه والتخلص من الشحوم المخزونة، حيث يكون سكر الدم في أقل مستوياته في نهاية يوم الصيام. تعاني أحياء الجنوب وغرب الرياض من انقطاع تام في المياه القادمة من الشركة الوطنية للمياه، حيث اصطف المواطنون والمقيمون في طوابير طويلة بحثا عن الماء وهم صائمون، فيما لم يعرف بعد أسباب هذه الأزمة. شكرا لكم، إلى اللقاء.